حسابها، ما زال ما بعنا منها حتى شيء، ما زال ننتظره، لان بصراحه الاسوام الموجوده توا الاسوام هذه ما تخلصش الفلاح، معناها احنا ضعنا بصراحه ما بين ديوان الزيت وما بين المحتكرين. قبل كان ديوان الزيت هو اللي يتولى فقط معناها ترويج الزيت على مستوى خارجي، توا دخلت فيه اطراف اخرى وبدت عمليه احتكار، وبدو معناها سامحني بالكلمه معناها ثم بعض اطراف تسعى باش تكسر الفلاح. عندنا صابة خير ربي سلي على النبي، قاعدين نجمعوا في زيتون ونزل الماكينات ولت نهار يقول لك هاو سير لي بلوكاج اخوي معبي بالزيت، واحد يقول لك ب 500 فرنك زيتون، واحد يقول لك ب 700 فرنك، وحنا تاعبين لاقصى درجه، معناها راهم تعبونا لاقصى درجه. الديوان الزيتي يجي يقبل علينا الزيت ويركحنا امورنا، فهمتني، ويعملوا لنا اسوام سمحه، فهمتني، يعملوا لنا اسوام سمحه على خاطر راه صاير لنا بلوكاج في الزيت. ناوني قاعد ملوح مسلم فيها كل فيها زرزو باش نجمعه ونجمعه نبيعه بالخساره. ليش؟ كانوا العام صابه كيفاش؟ وكانوا جفاف كيفاش؟ هذه هي العمليه ما تمكن بها اللوبيات رؤوس الاموال يا يحكموا في البلاد كما يحبوا هم يا يضروا الفلاح. احنا اليوم كل نهار نزيدوا معناها نمدوا فيه نخسروا فيه النوعيه، وهذا معناها هذه من ناحيه ثانيه، وانه التاخير في عمليه الجني عنده نتائج معناها سلبيه بالنسبه للمواسم القادمه. يزي راهو منظومات الانتاج نتاعنا في القطاع الفلاحي انهارت، وراهو اليوم معناها اذا ينهار قطاع زيت الزيتون اللي هو معناها الماده الاستراتيجيه واللي تحقق معناها التوازن من الميزان الاقتصادي، ما احناش مستعدين باش نضحيوا بها. طالبين الدولة تتدخل باش تقبل الزيت ما عند الفلاحة، تقبله بالسعر العالمي المطروح عالميا الآن، ما احناش طالبين حاجة كبيرة، لأنه السعر العالمي المطروح عالميا الآن اليوم في تدحرج كبير، ولكن رغم هيك نحن ما حناش لاحقين حتى باش نتفاوضوا عليه مع الحكومة، لأن الحكومة طرحت لنا أسوام خيالية وغير مسؤولة بالكل، وهذا ما من شأنه باش يضرب، مش باش يضرب الصابة هذه، بل باش يضرب القطاع ككل وباش يضرب الفلاح ككل اللي هي عمود من أعمدة الاقتصاد التونسي الحقيقي.